السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات على الطاقة الحركية للدوران المحوري. مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية، فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. تكرار المذاكرة يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب ورقة الـA4 اللي انت كتبت فيها معادلات كل وحدة من الوحدات اللي انت درستها. تبدأ كرة صلبة وكرة جوفاء، كتلة كل منهما 1 كيلوغرام ونصف قطرهما 1/10 متر من السكون، وتتدحرجان في منحدر طوله 3 متر يميل 35 درجة. ينزلق مكعب ثلج له كتلة مماثلة دون احتكاك إلى أسفل المنحدر نفسه. يعني أعطاك 3 حاجات. طلب A، ما الكرة التي ستصل إلى القاع أولا؟ لذلك لازم تفكر. اللي عم نفكر فيه مع عدم وجود احتكاك، مع عدم الاحتكاك وعدم الانزلاق الطاقة محفوظة. نظرا لأن كل جسم يبدأ عند نفس الارتفاع، فإن لديهم جميعا نفس الطاقة الكامنة. إذا نحسب الطاقة الحركية لكل جسم عندما يصل أسفل المنحدر، أو إذا ما بنحسب الطاقة الحركية نحسب السرعة. والذي له أعلى سرعة في أسفل المنحدر يصل إلى القاع أولا. يرتبط الثابت سي بهندسة الشكل، ويمكن العثور على قيم سي لكائنات مختلفة من الجدول. فجبت أنا الثابت سي للكرة الصلبة اللي هو 2/5، وللكرة الجوفاء 2/3، ولمكعب الثلج 0. نظرا لأن الطاقة محفوظة نحسب السرعة عند أسفل المنحدر. مشيته سريع. نحن هذا المعادلة في الدرس استنتجناها لأسفل منح، يعني حركة جسم متدحرج على مستوى مائي. اللي درس الدرس بيعرف أنه توصلنا لهذه المعادلة. في حال نسيتها عليك استنتاجها بالطريقة اللي شرحتها أنا هلأ، كتبت لك المعادلات. لكن أنت إذا حافظها بشكل صحيح ابدأ منها. لهلأ نحن عم نناقش المسألة، لسه ما بدينا حل. إذا أنت حافظ هالمعادلة هاي وعرفان سي للكرة الصلبة وللكرة الجوفاء، إذا أنت عوض بسي هنا. فمثلا سي للكرة الصلبة هيكون المقام، هكتب لك 1 زائد بفتح قوس 2 × 5 منسكر قوس ويساوي. للكرة الجوفاء المقام هذا حيكون 1.4. 1 زائد بنفتح قوس 2 × 3 منسكر قوس ويساوي. للكرة الجوفاء حيكون المقام 1.66. إذا المقام هذا كبير، إذا هي صغيرة، إذا سرعة الكرة الصلبة حيكون هي الأسرع. هاي مناقشة إكزانية. إذن الكرة الصلبة ستصل إلى القاع أولا، لأن هو طلب لك في الطلب إيه؟ ما الكرة التي ستصل إلى القاع أولا. أشرح، شرحنا هذا. الطلب بي، هل يتحرك مكعب الثلج أسرع أم أبطأ من الكرة الصلبة على المستوى المائل؟ سيتحرك مكعب الثلج أسرع من الكرة الصلبة. ليش؟ لأنه يتحرك حركة انزلاق بس. هلأ منشوف. قدرت تستوعبها هيك؟ كان بيه. ما قدرت، عليك تحسب. أنا حسبت لك هنا السرعة بدلالة سي، يعني عوضت عن جي وعن اتش. اتش منين جبناها؟ من الرسم. يعني أعطيك الزاوية، اتش يساوي ال ساين 35. فبطبق بحسب سرعة الكرة الصلبة، بتصير بتطلع عندي 4.91.
السرعة للكرة الجوفة بتطلع 4.49. لاحظ مين الأكبر، الكرة الصلبة. إذا الكرة الصلبة ستصل إلى القاع أولا. ما سرعة هل يتحرك مكعب الثلج أسرع أم أبطأ؟ تعال نحسب سرعته. بيقول مكعب الثلج يساوي 5. إذا سرعة مكعب الثلج أكبر من 2، إذا سيتحرك مكعب الثلج أسرع من الكرة الصلبة، لأن سي للصلب 0. إذا في للثلج تساوي جذر التربيع 2 جي اتش، باينة أكبر، يعني من المناقشة، يعني فيك تناقش وفيك تحل، أيهما اللي أنت بتستوعبها أمشي فيها. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء وستر الآخرة.